السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم بدرس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الحادي عشر علمي ودرسنا اليوم مع الوحدة الحركة والقوى في بعدين وأول هذه الدروس القوى في حياتنا نتعرف على مؤشرات الأداء التي يجب أن نتعلمها مؤشرات الأداء يقارن بين كتلة الجسم ووزنه يجد مقدار القوى المتعامده ويحدد اتجاهها، يميز بين الاحتكاك السكوني والاحتكاك الحركي، يحسب مقدار قوة الاحتكاك، يصف مقاومة الهواء كنوع من قوى الاحتكاك. في البداية عزيزي الطالب أنت تتعرف على القوى، يعني هذا الدرس اسمه القوى في حياتنا، أنت تتعامل مع هذه القوى دائما وغالبا ما تؤثر على الجسم أثناء تحريكه أربعة قوى ممكن أن تشعر بها ولكن في غالب الأحيان أنت لا تحددها هذه القوى الأربع في الغالب التي تؤثر على هذا الجسم هي الوزن اللي هي قوة الجاذبية قوة سنتعرف عليها سنسميها القوة المتعامدة وقوة الاحتكاك وأنت تعرفها والقوة المؤثرة القوة الخارجية التي تطبقها أنت على الجسم أثناء حركته، قد تكون قوة وقد تكون مجموعة من القوى، هذه القوى الأربعة سنقوم بتعريفها، كيفية تحديدها على الجسم، كيف نحسبها، وما طبيعة هذه القوى؟ نبدأ من البداية في الوزن، والوزن عزيزي الطالب مرة معك في الصف الحادي عشر وعرفته أنه هو قوة الجاذبية. التي تؤثر في الجسم ونرمز لها بالرمز اف جي اللي هي الفورس او جرافيتي فورس هذا الوزن ايضا نحسبه من طريقه ضرب حاصل ضرب كتله الجسم في عجله الجاذبيه كل هذه الامور التي على الشاشه الان انت عرفتها في الصف الحادي عشر كيف نوضح ايضا هذه على بي بي العلاقه الرياضيه اف جي ام ضرب جي، اف جي وزن الجسم، الجرافيتي فورس، الكتله ماس، عجله الجاذبيه وهذه العجله الان ممكن لهذا القانون ان اطبقه على اي كوكب في اي كوكب، اذا كنا على سطح الارض ستكون هذه عجله الجاذبيه الارضيه. وإذا كنا على سطح القمر تكون هذه عجلة جاذبية القمر، وعلى أي كوكب أنت تريده وفي أي مكان على سطح الأرض وفي أي مكان على سطح أي كوكب ممكن أن أحدد وزن الجسم حاصل ضرب كتلته في عجلة الجاذبية، الوزن أيضا أعود مرة أخرى كيف نمثل هذا الوزن على مخطط القوة؟ في كل مسائلنا التي ستكون معك في القادم من الشرائح كيف نحدد الوزن على مخطط القوة نحن نقول أن لدينا جسما سنرسم شيء نسميه مخطط القوة نرسم رسما تقريبيا لهذا الجسم ونحدد عليه القوة على شكل بشكل اتجاهي بشكل بشكل أسهم لأن القوة كمية متجهة ممكن تمثيلها بيانيا على شكل متجه أين نمثل متجه الوزن في مخطط القوة الوزن كمية متجهة لذلك يمثل بمتجه على الجسم يتجه دائما نحو مركز الأرض في الشكل المجاور لدينا قالب وهذا المستوى مستوى أفقي هذا القالب رسمناه بهذا الرسم التقريبي بالشكل الموجود لدينا والمستوى الأفقي بهذا الخط هذا نسميه مخطط قوة مخطط القوة لم يكتمل بعد لابد أن نرسم معه اللي هي متجه القوة وهو الوزن ومتجه القوة دائما الوزن يكون دائما ناحية مركز الأرض. بهذا الأمر نكون عرفنا أن القوة عرفنا قوة الجاذبية اللي هي الوزن، عرفنا كي عرفنا كيف نحسبها الكتلة في عجلة الجاذبية، عرفنا كيف نحددها بيانيًا على مخطط القوة، نحددها دائما من مركز الثقل مركز ثقل الجسم تحدد دائما عند مركز ثقل الجسم اتجاهها نحو مركز الارض. الان هنا يعني بدي اقارن فقط مقارنه بين كلمه كتله وكلمه وزن، بين المفهومين الفيزيائيين الكتله والوزن حتى لا نخلط بينهما. الكتله رمزها ام، اما الوزن اف الكتله مقدار ما في الجسم من ماده. نقول ان لدي كتاب الفيزياء به 200 ورقة دفتر الفيزياء مثلا أو كتاب الجيولوجيا فيه 100 ورقة كتاب الفيزياء كتلته أكبر من كتلة لأنه عدد الأوراق فيه أكثر مقدار ما في الجسم من مادة هو كتلة ونقيسها بالوحدة الدولية آه اللي هي الكيلوغرام وهي خاصية من خواص الجسم لأنها ثابتة وهي كمية قياسية ليست كمية متجهة خاصية ثابتة أخذت الكتاب أخذت الكتاب هنا على سطح الارض في 200 ورقه كتلته لنفرض يعني 0.2 كيلوغرام على سطح القمر نفس الطريقه لن لن تتغير قيمه الكتله في اي مكان، اما الوزن هو قوه الجاذبيه وحده قياسها مثل وحدات قياس القوه ليست خاصيه لانها متغيره وزن على سطح الارض ليس كوزنك على سطح القمر كميه متجهه لها مقدار ولها اتجاه وهذا ما عرفناه لها مقدار ولها اتجاه واتجاهها دائما نحو مركز الارض. نريد فقط بعض الاسئله البسيطه مثل علل وزن الاجسام على المرتفعات اقل من وزنها عند مستوى سطح البحر لان الوزن يعتمد على عجله الجاذبيه وعجله الجاذبيه هذه تقاس من مركز الارض. عجله الجاذبيه كلما ارتفعنا عن سطح الارض تقل عجله الجاذبيه لذلك يقل وزننا. لذلك وزنك على المرتفعات يكون اقل لان جي قلت. وزن الجسم عند منطقه القطبين اكبر من وزن الجسم عند مناطق خط الاستواء، عند منطقه القطبين بسبب دوران الارض، الارض حول محورها تدور بهذا الاتجاه. هذه النقاط اللي هنا ثابته، هذه الدوران يجعل هذا هذه المناطق عند خط الاستواء اكثر، نصف قطرها اكثر. لذلك بسبب دوران الارض حول محورها المار في القطبين يكون نصف قطر الارض عند خط الاستواء اكبر مما هو عليه عند القطبين، فتكون عجله الجاذبيه عند القطبين اكبر لانها اقرب فيكون الوزن عندها يزداد قليلا عن خط الاستواء. مثال عددي مثال عددي صندوق كتلته 2.6 بالعشرة كيلوغرام باعتبار عجله الجاذبيه الارضيه احنا متوسط عجله الجاذبيه الارضيه بالقرب من سطح الارض متوسطه تقريبا 9.81 لان احنا افترضنا انه هذه العجله تتغير من منطقه الى اخرى بسبب البعد والقرب من مركز سطح الارض. بدنا نحسب وزن الجسم على سطح الارض، بدنا نحسب وزن الجسم على سطح القمر حيث عجله جاذبيه القمر سدس عجله جاذبيه الارض. بدنا نحسب وزن الجسم على سطح المشتري حيث عجله جاذبيته 2.64 ضعف ضعفا من جاذبيه الارض، لاحظ ان كتابنا يحدد استراتيجيات للحل ولديه اربع استراتيجيات للحل. نحن ناخذها ذهنيا اللي هي اعرف واخطط واحسب ثم اقيم. اعرف تاتي بالمعطى والمطلوب، المعطى لدينا هو الكتله وعجله الجاذبيه والمطلوب حساب الوزن. اخطط نستحضر اللي هي العلاقه الرياضيه التي نود أن نحسب من خلالها الوزن، العلاقة الرياضية هي اف بتساوي ام ضرب جي. في في سطح عند سطح الأرض ام الكتلة موجودة وعجلة الجاذبية الأرضية موجودة نعوض 26 نيوتن. نلاحظ الأمر الثاني اللي هو نحسب على سطح القمر. عند سطح القمر العجلة سدس العجلة نعوض بسدس العجلة. لذلك وزنك على سطح القمر يكون سدس وزنك على سطح الأرض وزنك على سطح القمر أقل ست مرات لذلك خطوطك على سطح القمر أكبر من خطوطك على سطح الأرض بمثل هذه القيمة نقول هنا F2 6. لاحظ كم الفرق بين وزنك على سطح القمر ووزنك على سطح الأرض وزنك على سطح القمر يقل بست مرات واحدة من أكبر الكواكب عندنا هي المشتري، تكون عجلة الجاذبية هذا الضعف من 2.64 من عجلة الجاذبية الأرضية، نلاحظ ماذا سيكون وزنك على سطح المشتري؟ وزنك على سطح المشتري ام في جي للمشتري، جي للمشتري الآن نعوض 2.67، لاحظ كم الفرق، لو كنا نعيش على سطح المشتري بتكون حركتنا أصعب من حركتنا على سطح القمر. ممكن نكون أقصر لأن قوة الجاذبية هناك أكبر من قوة الجاذبية الموجودة على سطح الأرض هذا بالنسبة لل... بالنسبة للوزن إذا عرفنا أول قوة من القوة التي تتعامل معها في حياتك لاحظتها وتلاحظها يوميا وتتعامل معها يوميا هي قوة الجاذبية الأرضية وهي الوزن عرفت كيف تحسبها عرفت كيف تحدد اتجاهها على مخطط القوى النوع الثاني من القوى التي تتعامل معها في حياتك هي القوى المتعامده القوى المتعامده نرمز لها بالرمز fn كلمه ان جاءت من كلمه نورمال سنجد ذلك ايضا بسبب تعريفنا للقوى المتعامده القوى المتعامده القوى التي يؤثر بها جسم في اخر في الاتجاه العمودي على سطح التماس بينهما اذا تلامس جسمين كل منهما اذا تلامس جسمين اثناء الحركه أو تلامس جسم مع جسم وضعت جسم على جسم في تلك اللحظة هذه هناك قوة على ناتجة عند سطح التلامس تسمى هذه القوة القوة المتعامدة كيف تحدد القوة المتعامدة في مخطط القوة وكيف تحسبها المشكلة في القوة المتعامدة هي كيف نحسب هذه القوة المتعامدة لأن القوة المتعامدة حسابها يعتمد على مخطط القوة ناخذ احنا الشكل التالي اللي هي كيف نحدد القوى المتعامده، طبعا اتجاهها دائما يكون عموديا لذلك سميناها اف ان نورمال فورس، تكون عموديه على سطح التماس وتحسب من خلال مخطط القوى. لدينا الطاوله وضعنا عليها التلفاز، هذا التلفاز الان مستقر على سطح الطاوله. الان هذا التلفاز عليه قوتان ليست قوة واحدة القوة الأولى التي عرفتها من البداية هي قوة الوزن واتجاهها نحو مركز الأرض اللي هي FG القوة الثانية والتي تمنع التلفاز من أن يسقط اللي هي القوة اللي من سطح من, من سطح الطاولة والتي سنسميها القوة المتعامدة الآن في هذه الحالة الجسم متزن بما ان الجسم متزن محصلة القوى عليه صفر فتكون القوى اللي على اليمين وعلى اليسار متساوية للأعلى تساوي اللي في الاسفل فبالتالي بتكون اف ان قيمة اف ان مساوية لقيمة اف جي لكن هل ستبقى قيمة اف نورمال هذه القوى المتعامدة تساوي وزن الجسم في كل الحالات هل يختلف باختلاف وضع الجسم لنلاحظ الشكل التالي لدينا الثلاجة اللي موجودة هنا ممكن كان نستبدلناها بالتلفاز بنفس الطريقة لدينا هذه الثلاجة الآن نود أن نحدد القوة عليها أوكي. الآن القوة بما أنها موضوعة على سطح لأن في عندنا قوة الجاذبية اتجاه ناحية المركز ليست بهذا الاتجاه ناحية مركز الأرض إلى الأسفل تماما الآن في عندنا القوة الثانية اللي هي القوة المتعامدة والقوة المتعامدة ليست بهذا الاتجاه أيضا لا هي قوة عمودية على السطح لذلك الزاويه بينها وبين سطح التماس 90 درجه لذلك سميت قوه متعامده هل القوه المتعامده الان مساويه لاف جي لنفترض ان هذا الجسم الان في حاله اتزان تمام اوكي الان انا عندي لو لو فرضنا هذا الجسم في حاله اتزان ما ما يتحرك او حتى لو تحرك هذا الجسم الحركه لن تكون على هذا المحور اللي هو هذا المحور دائما نسميه احنا المحور الرأسي لن تكون الحركة ستكون على المحور الذي يوازي المستوى الموضوع عليه الجسم تمام طيب. الآن أنا إف جي هل هي منطبقة على هذا المحور تماما ستقول لا طب كم زاوية إف جي مع هذا المحور مع المحور الرأسي الزاوية هي نفس هذه الزاوية هي زاوية ميل المستوى لذلك ستكون لها نفس زاوية المستوى ونقوم بتحليل هذه إف جي اللي هي الوزن إلى مركبتين مركبة موازية للمستوى لأن هذه الزاوية ستكون هذه المقابل المقابل فستأخذ اف جي ساين ثيتا وسيكون هذا الطرف اللي هنا اف جي كوساين ثيتا، لذلك الآن اف جي أنت في يجب أن نتعود الآن من الآن فصاعدا إذا وضع الجسم على مستوى مائل وضعنا اف جي سنقوم بتحليلها مباشرة إلى مركبتين، مركبة توازي المستوى وهي التي ستقوم بجره على المستوى ومركبه اخرى تحاول تثبيته على المستوى اللي هي اف جي كوساين ثيتا لان لا توجد حركه على هذا الخط الحركه هنا الان هنا هنا معناها محصله القوه تساوي صفر معنى ذلك القوه اللي في الاعلى تساوي القوه اللي في الاسفل معنى هذا الكلام ان اف ان تساوي اف جي كوساين ثيتا لذلك يتغير تتغير قيمه اف نورمال القوه المتعامده حسب وضع الجسم وحسب يعني مخطط القوة الموجود سنحسب في كل مرة اف ان تختلف حسب مخطط القوة حسب وضعية القوة اللي موجودة حسب الجسم على مستوى أفقي ولا على مستوى مائل كل ذلك يتدخل في حساب اف ان لكن ممكن أن تسألنا سؤال ما هي طبيعة اف ان اف ان هاي طبيعتها ذات طبيعة كهرومغناطيسية نشاهد الآن القوه الثالثه وهي القوه المهمه جدا بالنسبه لنا والتي لم نتعرف عليها في الصف العاشر هي قوه الاحتكاك وقوه الاحتكاك موجوده شئنا ام ابينا وقوه الاحتكاك ليس معنى ذلك ان هذه القوه عديمه النفع لا هذه القوه بتفيدنا في محاوله في اثناء حركتك في حركه السيارات في في اشياء كثيره جدا قوه الاحتكاك هذه هي قوه تنشا عند تحريك جسم او محاوله تحريكه على سطح ما. اتجاه قوه الاحتكاك في الغالب تكون هذه القوه اتجاهها معاكس لاتجاه الحركه. لكن الان قوه الاحتكاك كيف سنحسبها؟ كيف سنحددها على يعني على مخطط القوى؟ هذا الكلام الذي سنتعلمه الان. مقدار قوه الاحتكاك تبين لدينا ان قيمتها يختلف حسب حاله أو حسب الحالة الحركية إذا كان ساكنا أو إذا كان متحركا، لذلك مقدار قوة الاحتكاك بين جسمين يختلف باختلاف الحالة الحركية لهما من حيث الحركة أو السكون، لاحظ أنا بحا... بحاول أحرك الجسم، إذا حاولت أحرك الجسم بعتبر أنه هذا السطح خشن، أصلا لو لم نعتبر هذا السطح وقلت أنا بدي أحرك جسم على سطح ما الافتراض العام أن أفترض أنه هذا السطح أنه به خشونة، بدي أحرك هذا الجسم بقوة شد ستظهر قوة احتكاك بين الجسم و بين الجسم والمستوى الذي نحاول التحريك هذه القوة سنسميها القوة السكونية الآن الجسم يحاول الحركة لاحظ أن القوة الآن الجسم لم يتحرك أثناء محاولة تحريك الجسم على مستوى ما ستظهر بيننا وبين قوة الاحتكاك صراع لنفرض إن الآن أنا هذه القوة ما استطاعت أن تحرك هذا الجسم ولكن في قوة احتكاك تمنع من الحركة قوة الاحتكاك هذه لنفرض أنه مثلا أن هذه القوة لدي لنفرض أن قوة الاحتكاك العظمى الموجودة بين هذا السطح تقريبا 10 نيوتن أنا طبقت بقوة تقريبا 5 نيوتن تظهر لي قوة الاحتكاك 5 إذا زدت القوة بصير قوة الاحتكاك تزيد إذا زدت القوة بصير قوة الاحتكاك تزيد حتى تصل حتى أصل للعند العشرة في تلك اللحظة يصبح الجسم على وشك الحركه نقول اني انا وصلت الان لاقصى قوة احتكاك ممكن تكون موجودة بين الجسم والمستوى اي طرقة على السطح هذا ممكن ان ينطلق اخلخل في سطح التلامس ويمكن ان ينطلق هذا الجسم لذلك هنا الجسم في البداية كان بيننا وبينه صراع كنت ازيد القوة لسه الجسم ساكن لذا سمناها اس من كلمة ستاتيك ساكن اف اس ماكس القيمة قيمة القوة الاحتكاكية السكونية العظمى وصلت انت الها الان الجسم يصبح على وشك الحركة مثلنا هذا الكلام هنا بين اف فريكشن فورس بشكل عام وبين قوة الشد طبعا القوة بتزيد 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 انت قوة الشد بتزيد القوة بتزيد القوة بنفس المقادير لذلك ميل هذا الخط واحد إذا حركت بظني أنا أزيد حتى أصل لوين؟ ايه؟ لعند قوة الاحتكاك السكونية العظمى الآن الجسم أصبح على وشك الحركة بعد ذلك إذا تحرك الجسم من السهولة جدا أن قوة الاحتكاك بتقل لأن قوة التلامس الآن اللي موجودة بين السطحين بتصير أقل تأثيرا من حالة السكون لذلك إذا أنا جيت حركت هذه القوة الآن ستظهر لدينا الآن أنا حركت هذا الجسم أثرت بقوة الآن الجسم في حالة حركة، في حالة حركة ستظهر عندي قيمة جديدة لقوة الاحتكاك نسميها قوة الاحتكاك الحركية، لاحظ قيمتها أقل من قيمة ال... ال... بقليل، أقل بقليل من قيمة قوة الاحتكاك السكونية العظمى، عند تمثيلها بيانيًا تظهر بهذا الشكل وتكون هذه القيمة، لذلك صار عندنا قيمتين لقوة الاحتكاك، قيمة سكونية والجسم ساكن وقيمة حركية والجسم متحرك والقيمة الحركية أقل من القيمة السكونية للاحتكاك نظهر الآن النقطة المهمة بأن نشوف العوامل التي تعتمد عليها قوة الاحتكاك بين جسم بين جسمين أو بين جسم ومستوى الآن العوامل تعتمد عليها قوة الاحتكاك سهل جدا الآن أن ندرس هذه النقطة أخذت النقطه الاولى انه اخذت الجسم اثرت عليه بقوه شد لعند اللي هي قوه الاحتكاك السكونيه العظمى طبعا الان لو اخذت جسم اخر اكثر وزنا منه راح نشوف انه قوه الاحتكاك السكونيه بتزيد معنى ذلك انه قوه الاحتكاك السكونيه العظمى تتناسب مع وزن هذا الجسم بصير الضغط على السطح على السطح بقى الضغط الموجود هنا على هذا السطح اكبر لذلك القوى اللي موجوده بين هذه الجزيئات اللي موجوده هنا وعمليه التشابك اللي موجوده ستظهر قوه احتكاك اكبر طيب الان معنى ذلك انه الان براينا انه قوه الاحتكاك ستتناسب مع اللي هي وزن الجسم وزن الجسم ممكن اقيسه باشي ثاني اللي هي القوه المتعامده لذلك ممكن اربطها مع انه اف اس تتناسب مع اف ان كل ما زادت اف ان بتزيد اف آه كل ما زادت اف ان بتزيد آه قوه الاحتكاك السكونيه العظمى طيب واحد بيقول لي طب ليش ما كتبتها مع اف جي نشاهد هذا المثال البسيط نفس الفكره هاي اف جي وهاي انا جيت ايش عملت الان ضغطت على الجسم مش من وزنه بقوه اخرى اذا ضغطت عليه الان معناها انا أزيد ايضا من القوة التي تحاول أن تضغط على سطح التلامس والتي تزيد من الـ الـ والتي تزيد من قوة الاحتكاك اللي موجودة عندك طيب هل إف جي لوحدها الآن التي تزيد لا كمان عندي القوة اللي أنا عاملها هنا اللي هي قوة الضغط اللي موجودة لدي الآن طيب إف إن هي الأفضل لأنها ستقيس إف إن لأنه هنا لا توجد حركة ستقيس إف إن اللي هنا كل القوة التي سأ تذهب بالجسم إلى الأسفل ستضغط به إلى الأسفل، لذلك اف ان هنا راح تكون اف جي زائد هذه القوة، واف واف اس ماكس ستتناسب طردياً مع هذه القوة اللي موجودة عندنا هنا، لذلك هنا كتبنا إنه اف اس ماكس ستتناسب مع اف ان لأنها اف ان تقيس كل القوى التي ستضغط على الجسم ناحية السطح سطح التلامس. القوة هنا اف ان قوة الاحتكاك السكونية العظمى وقوة اف ان هي تناسب طردي مثل ما احنا ملاحظين الان هذا التناسب شلته ووضعت محله ثابت، الثابت هذا طلع يعتمد على نوع السطحين المتلامسين ثابت حسب نوع السطحين المتلامسين سمينا هذا الثابت ميو اس ونسميه معامل الاحتكاك السكوني بنفس الطريقة نثبت أيضا أن لدينا FK على FN ان تساوي بنفس الفكرة الآن لذلك صار عندنا أنه اف نحسبها بالطريقة التالية معامل لاحظنا في الشريحة السابقة العوامل التي يعتمد عليها مقدار قوة الاحتكاك بين جسمين أو بين جسم وسطح وهي القوة المتعامدة وقلنا أن القوة المتعامدة الأفضل من إفجيل لأنها تقيس كل القوة التي تحاول أن تضغط على السطح لأسفل على الجسم لأسفل نوع السطحين المتلامسين يعبر عنه بكمية تسمى معامل الاحتكاك ومعامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك تعتمد على طبيعة السطوح المتلامسة معامل الاحتكاك الحركي أقل قليلا من معامل الاحتكاك السكوني لاحظ هذا الجدول في مجموعة أو قيم تجريبية لمعامل الاحتكاك لهذه المجموعة الموجودة عندنا الفولاذ على الفولاذ الألمنيوم لاحظ هنا معامل الاحتكاك السكوني هنا معامل الاحتكاك الحركي أقل الألمنيوم معامل الاحتكاك لاحظ هنا التفلون على التفلون تقريبا متساويات 4% 4% لكن أيضا هنا إذا لاحظت الملاحظه التاليه لان نقول هنا ان ميو كي اقل من ميو اس في 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 غالب هذه في غالب هذا الجدول وميو في هذا الجدول في غالبا اقل من واحد هذه القيمه فقط لملاحظة ما تعلمنا أضع مقارنة بين قوة الاحتكاك السكونية وقوة الاحتكاك الحركية كالتعريف قوة المقاومة التي تقاوم الحركة النسبية المتوقعة اف اس شفنا سهل حسابها معامل الاحتكاك اف ان معامل الاحتكاك معطى او مطلوب وهو رقم بدون وحدة ليس له وحدة لانه نسبة قوة الممانعة التي تقابل الحركة النسبية بين سطحين يتحرك احدهما بالنسبة للاخر لان هذه الحالة حركية ميو كي في اف ان الحالة الحركية هنا ساكن الحالة الحركية هنا متحرك لكن ما هي طبيعة قوة الاحتكاك طبعا تنشأ قوة الاحتكاك من تفاعلات كهرومغناطيسية معقدة بين السطوح المتلامسة. فمعظم السطوح التي تبدو كأنها ملساء في الواقع لا تبدو ملساء في الحقيقة هي خشنة عند المستوى المجهري. عندما يكون الجسم ساكناً تكون نتوءات السطحين أكثر والتداخل أكثر وأكثر تشابكاً مما عليه لو كان الجسم متحرك. لهذا نقول أن قوة الحركة، قوة الاحتكاك الحركية أقل. والقوه اللازمه لتحريك جسم بسرعه ثابته على تكون اقل بقليل من اللازم لبدء تحريكه من السكون وهذا ما يفسر حقيقه ان قوه الاحتكاك الحركي اقل بقليل من قوه الاحتكاك السكوني. واحده من قوه الاحتكاك هي قوه مقاومه الهواء، نوع من الاحتكاك، لاحظ ان مش فقط قوه الاحتكاك هي المواعي بشكل عام اذا أسقط جسم يتحرك في مائع سواء كان هذا المائع هواء ولا كان هذا المائع غاز يعني وكان هذا المائع سائلا لها مقاومة أثناء حركة هذا الجسم في هذا الماء إحنا يهمنا هذه الحالة قوة مقاومة الهواء نوع من الاحتكاك تختلف قوة مقاومة الهواء أو الماء لجسم خلالها بأن مقدارها يتوقف على مقدار السرعة المشكلة هنا أن هذا الجسم الساقط إذا سقطته في الهواء أو سقطته في الماء كل ما زادت سرعته مقاومة الهواء أو مقاومة الماء له تزداد في السرعات المنخفضة بتكون قوة الاحتكاك أو قوة المقاومة تتناسب طرديا مع السرعة إذا زادت السرعة في السرعات العالية تكون قوة مقاومة الهواء تتناسب طردياً مع مربع السرعة. لاحظ هذا الشكل اللي موجود عندنا هنا إنه هذا الشخص قام بعملية السقوط الحر. وسمعت أنت في هذه قصة السقوط الحر مؤخراً. الآن هنا في هذا الطرف اللي موجود عندنا هنا، هذا الجسم عليه قوتين القوة الأولى اللي هي قوة مقاومة اللي هي عفواً قوة الجاذبية الأرضية. mg والقوه الثانيه r ريزيستنس قوه مقاومه الهواء طبعا قوه في لحظه السقوط بتكون هي القوه الموجوده هذه تزداد تدريجيا مع زياده سرعه هذا الجسم تزداد مع زياده سرعه هذا الجسم تزداد تزداد حتى تصل في لحظه الى سرعه معينه عندها تكون mg اللي هي قوه الوزن مساويه لقوه مقاومه الهواء في تلك اللحظه نكون وصلنا لاعلى سرعه لآخر حد في السرعة نسميها السرعة الحدية والسرعة الحدية السرعة الثابتة التي يتابع فيها الجسم حركته عندما تصبح محصلة القوى المؤثرة عليه صفر الآن هنا اتفقنا احنا من البداية أنه الجسم وهو ساقط سرعته بتزيد قوة مقاومة الهواء بتزيد 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 حتى تصل إلى مساوية, مساوية لوزن الجسم في تلك اللحظة السرعة تصل إلى أقصى حد لها لن تتجاوزه وستسير بسرعة ثابتة النقطة الثانية اللي نود فقط الإشارة إليها مثال بسيط الشكل البياني يوضح العلاقة بين قوة الشد وقوة الاحتكاك لجسم كتلته موضوع على سطح أفقي 4.5 كيلوغرام نحسب معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الحركي إذا أثرت عليه قوة أيضا مقدارها 64 نيوتن بدي أحسب عجلة الجسم الآن من الشكل الموجود عندنا هنا طبعا عرفنا أنه هذه القيمة هي تمام قيمة قوة الاحتكاك السكونية العظمى، لذلك ممكن اجيب من عندها اف اس ميو اس اف اس على اف ان، قيمتها 40، واف ان اللي هي اف جي مبدأ ان هذا الجسم على مستوى افقي، 4.5 ضرب عجلة الجاذبية تطلع تقريبا 44، 91%. الميو كي اللي هي اف كي على اف ان 36، هو اقل بقليل، طبعا على اف ان اللي هي تساوي اف جي لان السطح افقي، لاحظ ميو أقل من ميو اس لأن القوة التي تلزم لتحريك الجسم على سطح أفقي بسرعة ثابتة أقل من القوة التي تحاول بداية تحريكه الحل الثاني إذا أثرت على الجسم بقوة أفقية طبعا حلت بقوة أفقية A من قانون نيوتن الثاني أفنت على M إفنت عليه قوتين الآن هم القوة المؤثرة وقوة الاحتكاك، طب اختار الاحتكاك الحركية ولا السكونية؟ اخترت الحركية لانه في حالة حركة، على ام نعوض تطلع عجلة هذا الجسم 6.2 متر لكل ثانية تربيع. الان في هذه الشريحة، عندي شخص يجر وعندي شخص يدفع. اللي يجر لاحظ بقوة بحبل، القوة أعلى المستوى. واللي يدفع القوة صارت أسفل المستوى. أيهما أسهل أجر كما في الشكل B أم أدفع كما في الشكل A لاحظ القوة تميل بزاوية معنى ذلك أن هذه القوة ستحلل إلى مركبتين أفقية ورأسية الرأسية ستحاول الرفع لذلك ستخفف من الضغط هنا فستقل القوة المتعامده لذلك قوة الاحتكاك هنا أقل لذلك أجر أفضل من إني أدفع لأن قوة الاحتكاك تكون أقل لأن القوة المتعامده هنا ستكون أقل. بهذا المثال، عزيزي الطالب، أكون قد أنهيت معك درس القوة في حياتنا وتعرفت على أربع قوة في الغالب تكون أثناء حركة الأجسام في حياتك هي وزن الجسم، قوة الجاذبية، والقوى المتعامدة المؤثرة من المستوى على الجسم الموضوع عليه، والقوة قوة الاحتكاك، وقوة الاحتكاك. ليست دائما قوة يعني معيقة للحركة لكنها أيضا هي تفيدنا في الحركة في حالة الآلات نقلل من اللي هي الاحتكاك بوضع المواد اللازمة لتقليل هذه القوة في حالة الآلات المتحركة لكنها قوة مفيدة بالنسبة لنا والقوة المطبقة القوة الخارجية التي تؤثر بها على الجسم أود أن, أن تكون قد استفدت من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته